السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، صبحكم الله بصباح خيرات مدينة محمد بن زايد، صبحكم الله بخيرات مدينة الأرض الطيبة، صبحكم الله بخيرات الأرض اللي الأول يقولون عنها مسماها في برنامج يظهر في التلفزيون الأول اسمه الأرض الطيبة، ما أتذكر والله منو كان يذيع لك الرياشي لابس بدلة وعليه كرفته دومها زرقاء ومخططة بحمر. ودوم أرضنا الطيبة يظهر المزارع في ليوة في غياثي في العين في الدول في الإمارات الشمالية، شيء كان جميل. مسألة حلقة ورا حلقة يوميا حلقة، لكن ما تشد ظهروا من سنين. أرضنا الطيبة اسمه، حتى والله نسيت اسمه الإمارات. اليوم الله يحفظكم إن شاء الله بسير العين لأداء واجب العزاء، في أداء واجب العزاء في والدة الكل شيخة بنت علي بن حمد الدرعي، تغمد الله روح الجنة وأسكنها فسيح جناته في مدينة العين إن شاء الله. تري بس يذهبون يصبون بترول في سيارتي وبتوكل، بس يبدي واجب العزاء وإن شاء الله النبي يكون غدائي في وضبي أول الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. إيه لسعادة، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبار؟ زين. مهرت تشرب ماي انت؟ ايش نعمل؟ اكيد لازم وقت شغل تشرب ماي. لا بقى في سلاله ما شاء الله الحمد لله. شو اخبار؟ زين. شو النخل كل شيء اوكي؟ اوكي. ما شاء الله ما شاء الله. هذا خلاص ها؟ حتى لا يحب يخلص الخلاص. لا لا شوي الحمد لله. مشكور يا مهر، مشكور ثانك يو فيري ماتش. تقريبا وصلنا الخزنة. وهذا محسن ابوي متفيزر من اول حق محسن. صباح الخير يا ابو استاذ كيف كمان كمان استاذ تكذب. اي والله هذا الحبيب عبد القادر. هاو ار يو؟ ام فاين الحمد لله. حين يوم انا اسير خط ابويا ولا شرق ولا غرب، عبد القادر اللي يوديني هو اللي يجيبني، والأخص عسب تفيق لكم وللتصوير أمور جدت وأمور استوت. أنا أعطيكم الرمسة كلها من الألف إلى الياء. وباح استوى شيء يعني غير الاتجاه مال التصوير، يعني يكون أنه في أمور مبايدة إن شاء الله خلاف بنتطرق لها إذا الله جعلنا. شلكم انتم الخزنة وعطى الفلتر مال ختم كان فطراف الختم، ترى ما شيء بين هلا شيء بسيط على ما قالوا هل الكويت حديد سهل. منور يا حق محسن. منورك ابو. تعمل ايه عندك؟ ما بعملش حاجه، قاعد مقدم. وايه اللي في ايدك ده؟ موبايل. ماشي، يعني تعمل حاجه؟ ما بعملش حاجه بس كموافق داي. انا ما بقايل لك تفيق لي اهو. تفيقني اهو. إيه أقول كم إن شاء الله يوم إذا الله جعلهم الحيين يوم الأحد من غادر بحفظ الله ورعايته من أبو ظبي إلى عاصمة تايلاند بانكوك، بني لسبوية 10 أيام بالضبط. توصل طيارتنا يوم الاثنين الصبح إن شاء الله، بني لسبوية 10 أيام كاملات 9 ليالي. محسن انت ترى ما شفت الامارات، شفت انت ابو ظبي ودبي. وين شفت في الامارات انت؟ ما شفت حاجه ثانيه غير وقت ما اسمعك. البحر. ها؟ وقت البحر بس اللي هي شويهات. زين. وغير ودبي مول. ايه والعين دبي يعني كلها، بس دبي مول اللي شفت. ما هو اول وقت دبي مول، انا كنت رحت حته ثانيه. اكذب دور عليك دب. لا مكرم. طب حدا كنا بعك في الدنيا؟ لا ما فيش سادة الحمد لله. محسن. نعم. إن شاء الله يوم تحب تصير مصر من ترد من تايلاند ما بأتي أبو ظبي. إن شاء الله. بأتي أبو ظبي ترانزيت وبطير. ثلاث ساعات ترانزيت وبعد كده بجي القاهرة. إن شاء الله من ترد خلاف. إن شاء الله. بسوي ترتيب أوديك الفجيرة وعمان والشارجة ورأس الخيمة وأم القوي. إيه 7 الإمارات. 7. انت شفت امارتين، امارة ابو ظبي اللي هي العاصمة وامارة دبي.
باجي تشوف خمس امارات غير على اللي شفته ان شاء الله. فوق على اللي شفته باجيات خمس، وان شاء الله انك بتستانس ان شاء الله. بتشوف شيء غريب يعني ما شفته يعني. اي الامارات كلها كويسه الحمد لله. ترى اللي بشيء ما بيغلبه، ترى على فكره ما شيء زود بعد ساعه الطريق، ساعه طريق بالضبط ساعه من بضبي للعين، وقضيان حاية كل انت ساير عسبها اديت الواجب نفترض 10 دقائق 15 دقيقة ورديت ساعة وانت راد توصل. للي ما بيت عايز وللي يبى اللجر وللي يبى الثواب وللي يبى الوصل ما يغلبه الانسان، لا يقول عندي وظيفة عندي شغل عنده اجتماع، كل شيء ملحوق عليه، كل شيء ملحوق عليه إلا تأدية الواجب. تأدية الواجب هذا شيء مقدس، لازم أنك أنت تأدي الواجب بأسرع وقت وبأتم سرعة ويكون في الوقت المناسب. موقع العزة من أول ما تدخل عيني يجيك دوار توام، تلف من اليمين بيجيك أول دوار، لا ثاني دوار، ثاني دوار من عقب هاي منطقة شعيبة اسمها. من تتعدى ثاني دوار بيجيك جسر صغيروني، من التخطاه بتيك دخل على اليمين تظهر مر على وجهك، ما بتوعى إلا بوي مكان العزة، العزة قدام وجهك مرة. وصف رقم واحد وصفينا، مسمار في لوح، مسمار في لوح، إن تبعته ما ظليت. من دوار توام تلف يمين، أول دوار لا، ثاني دوار لا، تمشي شوي ونسيد بيك جسر صغيروني هاي منطقة شعيبة، تلف يمين بوي تظهر سيدة في وجهك بوي مكان العزة، عزة الدروع. لو ما قلنا لكم مرة ترى ما بضل، هذا قلنا لكم اللفة اللي من عقب الجسر صغيروني من عقب ثاني دوار على اليمين والتثاير من ظاهر من مستشفى توام، هذا الخط هذا تمشي بسيدة هذا على يمينك الوادي وعلى يسارك بوي بيوت المواطنين، تظهر سيدها باجي دقيقة بنوصل، سير ورا هالبرنج اللي هناك. سالم بن عبد الله شحالك حبيبي؟ كيف انت؟ لا خليت منك درع انت؟ والله والنعم. وشرة الدروع موجودة محتاج. اه؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. مرحبا الله يسلمك يحفظك. هاي حارة الدروع ولا شو تعتبر الحارة؟ 90% من سكانها دروع؟ والله 100% ما شاء الله. الأغلبية دروع. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير، مشكورين لا خليتمك. يعلكم في داعة الله. مشكورين حبيبي. مشكورين، سلموا أبوي، سلموا على كل الجماعة. جزاكم الله خير. الله يحفظك. السلام عليكم. منور يا حق محسن. هو إي والله هذا ما تشوفه؟ آه دي تشوف. يا الله يا رب ترحم أمي متم وتغفر لها وتصبرهم، تصبر إن شاء الله عيالها يا رب العالمين وبناتها وكل محبينها يا رب في جنة الفردوس، في جنة الفردوس يعني الله يغفر لها يرحمها غمد روح الجنة ويصبر محبينها وعيالها وأحفادها وكل حتى إيرانها يصيحونها، حتى إيرانها يعني الله يصبرهم خلف عليهم بالخلف الصالح. الفراق صعب، لو تشوفونهم مقوين عمارهم العيال غصبا عنهم، هذا شيء مفروض يقوون عمارهم، ما بيديهم حيلة، الحيلة جليلة لا حول ولا قوة إلا بالله، شو اللي يقدرون يسوون؟ ما بيديهم حيلة. الفراق صعب، الفراق صعب، الفراق صعب، مقوين عمارهم غصب زور، يرومون ولا ما يرومون؟ ما شيء يشد من فراق اللم، الوالدين، الوالدين والظن. بخبركم أي إنسان تفارج يغمضك، لكن بالأخص الوالدين هذا شيء يعني فراقهم ما شيء يخلف عنه، ما شيء يعيض فراق الوالدين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الله يخلف عليهم بالخلف الصالح يا رب. كيف حالك؟ حيا الله. كيف انت؟ حيا الله يسلمك. هذا وليدك؟ هذا هي وليدي. ما شاء الله. سلام عليك. شو اسمك؟ السلام عليكم. شو اسمك؟ يا
بعد ما بحرم ما شرات ابوك. لا لا انت ما عليك زود يا خالد. الله يحفظك منور العين ليوك. الله يسلمك يا حفظ. كيف انت؟ الله يسلمك. جيت نرسه في مستشفى توام عاد اقولها ما شاء الله عليك وجهك مبتسم لكن ما عرفت اشوف الانجليزي. فاي سيد تو هير وات ذا نيم اوف يور فيس. شي سيد هابي فيس. هابي فيس. يو هاف فيري جود هابي فيس. ثانك يو. نايس تو ميت يو. ثانك يو. مبروك ما دبرت. الله يبارك في حياتك. هذا بارك الله فيك بمريا الادوابه له ما يقال كم حفيظ؟ 8 ساعات ناقص. اي 8 ساعات على ضوء ناقصه. شوفوا انحط الصبح والحين غادي صافي مره صافي ما في ادنات الدون من الرطوبه فلذاك الحين غايه ينحط الدواء فهذا وقت حط الدويات على ما تشوفون نحط الدواء ولين يصير وينضى تعتزل الخلاصة اللي هي الدويات تعتزل روحها يرد يصفو مثل قبل ما حطينا الدواء ماله ويازم عقب بعد على ضوء قاصر مدة وتتطفى عن الضوء ويازم أبوي عليه ينبخ الكنديشن لين بالباكر باكر بعد مرور 24 ساعة ينصب بدباب وغراش ويازم عاد التعبة أو البيع عاد خلاف ورا باكر ولا اللي عقبه على هالمنوال دحنا صافي أصلية. اليوم بارك الله فيكم تاريخ 1/8 أمس خلصنا صب خدمة الدواب واليوم بارك الله فيكم بعد مرور 24 ساعة بدأت الدواب حاليا ينصب شيء في غراش وشيء في دبار وما شاء الله الشغل ماشي على قدم الوساق تبارك الرحمن خير الرازقين حد أبوي يحط السكرات وحد يطوي وحد يقرطس وحد يخدم الدهن تفرق دوابتنا عن دوابت غيرنا انها ناضي ما فيها نسبة رطوبة يعني لو بيدور حولين ما عولت ما فيها نسبة رطوبة تفقد من رطوبة كيف مدة الاستواء تزيد عن 8 ساعات على ضوء هادي تطلع الدواب من اروع ما يكون لك وللزمن 34 سنة على هالمنوال ما نحط حلبة ما نحط أي إضافات أي حافظة لها الودي هاي تأخرنا في الدواب شو السبب لأن المزرعة ما شيء فيها زبد الوقت حار وما يتامع الزبد عندهم فلذلك يمانون اليوم وبكرة اليوم وبكرة الزبد زبد بقر مش زبد دكان زبد بقر يا غير مال المزارع زبد المزارع يعني من مزارع الدولة من داخل الدولة مش مستورد فلذلك يجمعوننا إياه كل ما تيام 300-400 كيلو دقوا له تليفون وسرنا وخذنا من عندهم وعلى هالمنوال من هالكثر سنة هذه المهرة اللي من مدة طويلة ونحن نخدمها هي ويا البزار والبزار ناخذ وننسف ونغسله ونهبه ونحمسه ونطحنه ونفس الطريقة أنا أشرف على عمارها هذا ما شاء الله تبارك الرحمن أمد حناية ودوارك وبطة لك مشطي ما مشطي عليك القلب ما مشطي ما يهتم ما يرد على وراه مرة ما يرد على وراه وهذا سلك من سوة الدنيا يا ولد الحلال يعلى الله يحفظه يعلىه سعيد وهو بعيد هو غيره ومن يأي لينا صار حق علينا وبي مرحبه سهلة ويعلىه بخير ونحن بسهلين هنا ما حد يصير الحمد لله
الأول الناس ما في حايل وما يصيرون ما بارك الحمد لله حين الدنيا ريخة اللهم لك الحمد ما بحب محتاج البيوت كلها مسدودة الدرامات الكشرة مزرة درامات الكشرة ما بالك البيوت ولا أصحي طويسة خبيص حدي من نبهة ولا حرارة في رئيسة وبايت بعد ليت من خدمتهم أمطرش الآن الله يا ولد الحد وفي كتاب حطيت قصيدة بعد الشاعر محمد بن علي بن ميزة المهيري هذا بعد شاعر يشار له بالبنان ومن قصائد اللي حطيت يا المطلعي حديت الأسباب دست العتب واليرح تدميه وحرم لذيذ النوم ما طاب ولا عياني غمضت فيه حطيت وسط القلب دولاب حزين من هم نجاسي قلبي كما عصيم بكلاب ويره الصايغ ويطويه من المحبة والوله ذاب ذوب الذهب لي في بواتيه دنعت له وتبسم حباب ويفز قلبي يوم لاجيه يا البيض يا دلعات الأرقاب درب الهوى غلجة معانيه يلي ضربني بسيف وحراب ما شد عزمه وقبضت يديه خلاني طايح على الباب ولا عزم يرحه يداويه يلي علي يدور أسباب يحتج ويشثر دعاويه بيكون بيني سور وحجاب من ياد حظي والبخاتين. هذا القصيد الكتاب الثالث إن شاء الله بيكون اللي هو محفوظات الصدور من الشعر القديم والقصيد اللي انت سامنه الأول أنا لا أخضع ولا أبوس واليوم لجلك خاضع الراس كنا سقاني طب منكوس ولا كتب لي حرز في كاس يا لي تخلي مع هليلوس وجانع بشوفه عن الناس يا لابتي في بو يليلوس أبدا ولا لي ينشرح باس. وقصيد المعروف يعني قصيدة سعيد بن هلال هي قصيدة معروفة كتب الوصل وتباعد الناي أقفل خليل وخله يشوف وغيث تيف الشور والراي قصدي جداهم مرة اللوف صوب خويك ومزلاي أمس الضحاور بوعه وقوف من بو خدود انشنها نعاي راعي الكواشي لي لها تنوف يك القماش اللي منقاي يا دانة الشحي بالوصوف ريجه نبات نحط في ماي كالثلج وسطه صار مديوف أنا أشهد أنك هو بمنساي يا نابي الردفين منصوف وبيت القصيد اللي الناس قدت مثل تغزر عيني في المغطاي وتعاف شي دوم مكشوف بسري ولوحاف يوم الشاي وأبدأ الغضي عن كل مصروف تمت ويسعدني يا مضناي أرضاك يا مخضوب لتشوف. يعني وها بيت القصيد يعني هذا اتخذوا يعني مثل الناس مثلا الاصل البيت هذا ماخوذ مظهور من هالقصيده مظهور ايه البيت العين ترقب المغطاه تعرف شيء أيوة. وحطيت قصيده بعد من قصيده عاد ما بكشف الاسرار كلها لا 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 انت لازم تعطينا مقتطفات حطيت قصيده تعفره بالسيف ساير ايوه بخيل والديك ها ضروري ساير مباقضي يشوفك يوم جيت البيت ما ريتك لا خلاني الله من شوفك لا خلت من شيفتك بيتك يا الغضي لي زينه وصوفك في ليالي الصغر حبيتك ذاكر زينك ومعروفك لو يطول الدهر منسيتك طاب لي في الدهر مولوفك انت لي سيد وانا رضيتك خافج ثوبك على ردوفك يوم عصر العيد وافيتك كل صبح هو عصر انا لوك ما خطاني يوم ما جيتك. وهذه قصيدتها المشهورة يعرفونها الناس كلهم يا صاحبي شوفك شفالي وانتهم ذاير عني بعيد وش فيك ما تاوي الحالي وترد لي باللفت وتعيد رجع لي اهجانك تبالي لي من غير الوصل مالي القلب عنك هو بسالي حبك رسالي في اللساويل من قال شوفك ضاق بالي وايام وصلك عندي اعيد شوفك غناه وراس مالي وايام وصلك عندي اعيد افداك بهلي والحلالي والروح وما تملك الليل ولا تعيضني هاي الناس كلهم ولا تعيضني فيك لابدالي ولو كثرت الخلان يا سيد إلا نحل ما بي في البالي شو خلّى الحب لازم شرى نشح المباري أحن شروى حن خالي لفارقة ولف المرادي عليك يا بورد في مالي يا السولعي يا قايد الغيد أنا لولاك ما قلت الأمثالي ولا تحملت المناشيد هذا منكم ما جرالي وانمتنا في حبك الشيل. ومن المحفوظات اللي في الكتاب عاد هاي آخر قصيدة بنعطيك مياه بالمحفوظات لا إله ضيعون علينا رونق الكتاب لا رونق الكتاب أبوي شال إنها اسمك الحين استعدادات الأخيرة استعدادات ما قبل الأخيرة خلاص دن thank you أيوة thank you girls thank you very much thank you where's محسن يلا قالك مشطي ما مشطي عليك القلب ما مشطي ما يهتم ما يرد على وراه مرة ما يرد على وراه
وهذا سل كم مستوت الدنيا باقي يا ولد حلال على الله يحفظه يعله سعيد وهو بعيد هو غيره ومن يا إلينا صار حق علينا وبي مرحبا وسهلا ويعله بخير احنا مسارين هنا محارسين الحمد لله الاول الناس ما في حايل وما يصيرون ما بارك الحمد لله حين الدنيا ريخه اللهم لك الحمد ما بحب محتاج البيوت كلها مسدوده الدرامات الكشره مزره درامات الكشره ما بالك البيوت ولا صحيط ويسات خبيص حدي من نبه ولا حراره فريسه وبايت بعيريت من خدمته مطرش الله يا ولد الحلال وفي الكتاب حطيت قصيده بعد الشاعر محمد بن علي بن ميزه المهيري هذا بعد شاعر يشار له بالبنان ومن قصائد اللي حطيته يا المطلعي حديت الاسباب دست العتب واليرح تدميه وحرم لذيذ النوم ما طاب ولا عياني غمضت فيه حطيت وسط القلب دولا حزين من هم نجاسي قلبي كما عيصين بكلاب ويره الصايغ ويطويه من المحبه والولهذاب ذوب الذهب اللي في بواتيه دنعت له وتبسم احباب ويفز قلبي يوم الاجيه يا البيض يا دلعات الارقاب درب الهوى غلجة معانيه يلي ضربني بسيف وحراب ما شد عزمه وقبضت يديه خلاني طايح على الباب ولا اعزم يرحه يداويه يلي علي يدور اسباب يحتج ويشثر دعاويه بيكون بيني سور وحجاب من يعد حظي والبخاتيه. هذا القصيد الكتاب الثالث ان شاء الله بيكون اللي هو محفوظات الصدور من الشعر القديم والقصيد اللي انت سامنه الاول انا لا اخضع ولا ابوس واليوم لاجلك خاضع الراس كنا سقاني طب منكوس ولا كتب لي حرز في كاس يا لي تخلي مع هليلوس وجانا عبشوفه عن الناس يا لابتي في بويا ليلوس ابدا ولا لي ينشرح باس. وقصيد المعروف يعني قصيده سعيد بن هلال هي قصيده معروفه كتب الوصل وتباعد الناي اقفل خليل وخله يشوف وغير تيف الشور والراي قصدي جداهم مره اللوف صوب خويك بام زلاي امس الضحاور ربوعه وقوف من بو خدود انشنها نعاي راعي الكواشي ليله تنوف يكل قماش اللي منقاي يا دانة الشحي بالوصوف ريجه نبات نحط في ماي كالثلج وسطه صار مديوف انا اشهد انك هو بمنساي يا نابي الردفين منصوف وبيت القصيد اللي الناس قدته مثل تغزر عيني في المغطاي وتعاف شي دوم مكشوف بسري ولوحاف يوم الشاي وابدا القضي عن كل مصروف تمت ويسعدني يا مناي ارضاك يا مخضوب اللي تشوف يعني وها بيت القصيد يعني هذا اتخذوا مثل الناس مثل الـ 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 الاصل البيت هذا ماخوذ مظهور من هالقصيده مظهور ايه البيت العين ترقب المغطاي وتعاف شيء أيوة. وحطيت قصيده بعد من قصيده عاد ما بكشف الاسرار كلها لا 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 انت لازم تعطينا مقتطفات وحطيت قصيده تعثر بالسيف ساير ايوه ذخيل والديك ها ضروري ساير باقضي يشوفك يوم جيت البيت ما ريتك لا خلاني الله من شوفك لا خلت من شيفتك بيتك يا الغضي لي زينه وصوفك في ليالي الصغر حبيتك ذاكر زينك ومعروفك لو يطول الدهر من سيتك طاب لي في الدهر مولوفك انت لي سيد وانا رضيتك خافج ثوبك على ردوفك يوم عصر العيد وافيتك كل صبح هو عصر انا لوفك ما خطاني يوم ما جيتك وهذه قصيدتها المشهوره يعرفونها الناس كلهم يا صاحبي شوفك شفالي وانتهم ذاير عني بعيد وش فيك ما تاوي الحالي وترد لي باللفت وتعيد رجع لي اهجانك تبالي لي من غير الوصل ماريد القلب عنك هو بسالي حبك رسالي في اللساويل من قل شوفك ضاق بالي وايام وصلك عندي اعيد شوفك غنا وراس مالي وايام وصلك عندي اعيد افداك بهلي والحلال والروح وما تملك الليل ولا تعيضني هاي الناس كلهم ولا تعيضني فيك لبدالي ولو كثرت الخلان يا سيد الا انحل ما بي في البالي شو خلا الحب لازم شران اشحل مباري احن شروا حن خالي لي فارقت ولف المراديد عليك يا بورد في مالي يا السولعي يا قايد الغيد انا لولاك ما قلت الامثالي ولا تحملت المناشيد هذا منكم ما جرالي وان مت انا في حبك الشيل. ومن المحفوظات اللي في الكتاب عاد هاي اخر قصيده بنعطيكم اياها بالمحفوظات لا اله ما تضيعون علينا رونق الكتاب لا رونق الكتاب ابوي شال لنا اسمك هات شعير هات قط هات رودس الناقه راحت ماخذ العنز ماتت سحبها قطها في الطفه العامل انتهى رح جدد له يا اخوي ملينا الراس غدها ابيض ها غدر رئيسي كل بوته ابيض
ولا عند الحلا ما شفنا الدنيا ما سافرنا ما رحنا يمين ما رحنا يسار تكفى يا ابو سعود الخالد يدسم تكفى يا راعي عنك نبغي يا اخوي نسافر يا اخوي صم مصر ندوج نستانس نشوفنا ناس عادلين الراس شاب يا ابو سعود ولا عند الحلال هذه ضاعت هذه راحت يمين يا لها ان شاء الله ما استعقل يا لها ان شاء الله مضاع يدي سالم نبغي نسافر ملينا عج وغبار المفروض من المفروض اني اخبركم من الصبح اني بسير البحر يا غير سيرة العين شككتني في قدراتي هل اني بتعايز او ما بتعايز هل اني بتهايز السير الاولى سيرة البحر انه اخذ اشتل من يد العصر صلى وتوكلوا على الله ساروا البحر هم الجماعة كلهم يا غير رقت في خاطري يمكن ما في اقول كل ما ظهر مبقدها اخلاف اني ارقد لو شياته فسبحان الله ادى العصر وصليت وما انست لا تعب ولا كلافه توكلت على الله انا والحبيب محسن ما حد يشوف صديقي تعال انت كبرك إيه وين يشوفه بس مش باي خلاص ولا نحن نستعمل كل ريموت ها كنترول ما شي ابوي الحين زخ تليفون باليدين الا كل من بعيد كل من بعد كل من بعد دام شي ريموت خلاص ابوي افتك ابوي من المخالفات وافتك ابوي من يقول لك زيد ولا عبيد ولا فلان ولا علان بلاك زخيت التليفون وما ادري شو حط التليفون والرمس ابوي ممنوعه يا غير لا تطالع تشغل عمرك ها العين مرمس انت على الطريق الامور طيبه وافتكين ابوي من المخالفات والصدع والديانه اي والله هاي سالفه المخالفات خلاف عاده اتريا تريتيني الاخبار زين ما زين وارد روحي واخبركم بها هاي سالفه التليفون والتصوير وقت التليفون وقت السواقه هاي امور روحها جدت امور جدت امور تشيب الياهل الرضيع يشيب اي والله لو اخبركم بكره ان شاء الله اني بخبركم بكره ورا بكره علم عند الله ان شاء الله كان في العمر بدري كالعاده تونا واصلين قبل 10 دقائق عقيتك شيري وساماني ودنياي هاي فالة ابو محمد ما شاء الله حلويات مونتين انبا وموز وهذا سمبوسة سمبوسة خضراء هذا والدلال منقمات ورطيبات وبسكوت ممكن والفواكه هذا المطبخ مزرعة الدنيا زين هذا المنظر الخارجي المنظر الخلاب اللي لا يختلف اثنان على انه خلاب ام لا هذا المنظر هذا اللي يطرون يقولون انه يمد بالعمر 15 سنة قدام يمد بالعمر 15 سنة قدام صديت يمين صديت ما لني نهاية غادي عمرك عمر شعيب النبي اتميت يصد ما تشوفون من البحر يبطون لين يقصون تكيت يبطون لين يقصون تكيت هل بالبحر هل بالساحل يختلفون عن هل بالبر هي والله هل الساحل يعمرون اكثر دهر يمضي عليهم العمر عتية لين يقصون تذكرة هل الساحل ولا هل البر فقار ابدا ثلاث اربع قرون 15 مرزوق الله يحفظكم محمد بن سيف عفاكم الله اسبوع لي خطف تعب ابو مرزوق نعم تعال ياي شو ياس تسوي هناك ما تعيفش حاجه ها انت اوكي خلاص اوكي يلا اقول لكم محمد بن سيف الله يحفظه ويطول بعمره ابو هلال ابو مرزوق ابو خليفه تعب وودوا المستشفى الحمد لله بشرهم اليوم رخصوا من المستشفى بخير وسهاله فمرزوق تم عندي لين ظهروا اللبو
ودوه البيت وغدا بخير وسهاله والحمد لله اموره طيبه. فالحين مرزوق قال بيصلي المغرب وبيظهر هو ويا محمد بن عبد الله وترياهم يطبوننا اذا الله راد. اما عن هلال بن محمد فهلال سار البحر دش البحر قبل شوي بي بلنا وديب لنا وديم وبي ودام العشاء خبرنكم قال لكم انا اول ما نوصل لازم الودام يكون طري الودام طري فريش هسه عياي تعال ياي تعال ياي ما بياكلك البحر كلك حديد نعيم ما بياكلك زين فاحسن ما يكون يكون عشانا طازه مره جديد هاي الساعه لنك فريش من البحر من السيف عتاوة من البحر عتاوة سيده سبجيه تلقطونه يتقاطر من اطرافه يا الله يا رب ترزقه ان شاء الله الصيد احد مع رب المقرود ترى مقرود موجود ادخل جوك بالنسبه للي تخبرون عن الكتب مالات الاستاذ الحظ مصبح فرحان الكويتي الكتب ابوي بعدهن اظني قريب قايل لي يقول هالايام اظني في خلال اسبوعين ثلاثه بينزل لنا هبل كتاب وكتابين ثلاث كتب اللي هو اعلن عنهن العام لين الحين والله بعدهن لكن يقول لي قريب امساته من امس يقول لي قريب بينزل العلم عند الله عاد الحين وين مشينا بحجه ما يقارب نص كيلو ولا كيلو ولا ربع كنا ولا يوصل كيلو لا اي كيلو لا والله اقل عن كيلو يا بلا كيلو يبقى كيلو وي كيلو وي وي كيلو على عدد شبابك شبابك زين الرملة مشينا الدنيا هذه كلها هذا حين بيت الشيب بن احمد الحين شافنا الحين جايين نتمشى على السيف وظهرتنا هذا ايوه باني هاك البنيان الغاوي فنان بنيانه روح اوقف على البنيان وروح اجيب السامان وروح ما ادري شو شغله طويله عريضه يا مرحبا ابو احمد جريب الله يسلمك مرحبا ابو احمد ايش حالك الله يحفظك شبابي ليش ما توقعتني بي اسف السفر يعني لا ما علي باس على الله ان شاء انت عشا ضربة ها يلا سالب محمد يسمعك يلا ان شاء الله انتيتوا زين ما يبطي ابو محمد هالكثر لين عقب المغرب يظلم عليه الوقت الا اذا انه طاح بودام في خيل يلا عاد هو حوتي مستحيل كان القط ودام ما بيرد لين يفتشت صوعه يلا نو خداي وعرفه بالاخص عاد كانها صويفيات ومن دعسات يا سلام سلام الله كريم الله يجدم اللي فيه الخير يرزقنا ويرزقنا أمة محمد أجمعين ميش كيف حالك؟ منو أرباب مالك؟ نادر نادر أيوة. والله والنعم نادر شو القبيسي قبيسي إيه وخلفان وين خلفان الحين؟ خلفان على أبو دابي أيوة مبسوط نمبر ون؟ أيوة. يجي نادر البحر ولا ما يجي؟ يجي متى؟ متى يجي ما يجي لا أول متى يجي؟ إيه أول يجي كم يوم يجلس؟ كم سليم مني بعد والله شي حصلوا سمك؟ وايد شوية ليش شوية؟ أنت شو اسمك؟ نعم مالي راج مهراج؟ مهراج مالي راج مالي راج إيه كيرلا أنت؟ لا ها؟ مدرس مدرس تشتغل عند نادر؟ لا تسرادمي ها؟ تسرادمي تسرادمي تسراد كون جابر احمد جابر احمد ما شاء الله كم سنه في ابو ظبي زمان جديد ها هذا نفر مال ايجيبت خليني يشتغل اسوي تعليم ما
البحر. إيه. كلمها معادة. ولو إنك حاب زكت تتدرب معاهم. عايز أتدرب معاك. زيد معاك وأغسل معاك. تغسل. أسبوعي غسل ولا أسبوعي. والله زين متحيد انت عندكم ليش ما اخذ مره ثانيه هم عندنا ما اخذ هذا واحد يا ربي في يعني بافوريه حق الماتم هذا حتى اللي عنده ماتم ما ياخذ هذا يا ربي يا شيخ داخل هذا بالسنه حقه استعمال يومي استعمال يومي الله باليوم مرحبا ابو محمد ما اقول عنك شيء يلا حينه محسن محسن يا محسن وين سرتوا؟ سرنا مش زين. ها تعال 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 تعال. سويت؟ أهو. من هذا من الشيء مال. ريحة مال... وحشة. إيه؟ ريحة وحشة. شو اللي ريحته؟ شو ريحته؟ هذا شاي معطر. أخير شاي. شو سوي؟ معطر هو نم أنت هو شير هنمون ريحته. ما قدرت شعري نفسه. هلال شو قال لك؟ قال. زين وأنت عملت من إيه؟ أنا في جوجل بس هني ولا عليك أنت. ما عملت ايه؟ ما عملت ايه؟ عملت لهم شاي ويسكي انهو فيهم ده احسن حاجه في البيت تحفه ده عندنا في مصر ويسكي ها لو ما حصل كان عارف احينا يا الحرامي شبه وسوي لي من هذا هذا يا ابنه هو شارنا بهاك الحكي متهلع عليه في خاطره تهلع على ده يا يا شبه 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 الله يشبه حرامي دراعي نفس العقل والله انت برايك الحين هو ما يبى من هذا سو من هذا عامله محمد ما حصلت سمك هذا كله بساسير كله بسار هذا محمد ها كله بسار بشويته ها على البصر ما في هذا شو جلبه جلبه يا الله يا الله يا البساسير ها متى؟ عشان جلب جلب بحلي أنا أبوي صويفيات ثلاث كبار والشيب ابن أحمد يبغي صافي مقلى زين؟ هاي الكبار سوهن حقي أنا ثلاث بس علي زين؟ زين شو سوي؟ صافي ثلاث صويفيات حقي أنا ثلاث أنت؟ هي مشواي أوكي. وثلاث مقلى بس اه سو خمس مشواي محمد بن عبد الله بيبى سمك ارباب ما يريد لا ارباب يبى لحم اليوم خمس ارباب مشواي إيه شو اثنين بس صار بعد ساسير اثنين ولا سوهن ثلاثه ما حب ياكل لا اثنين كافي اثنين كافي شيء وايد مسوي لحم انتم بعد ها ضروري تظهر الصافي الكبار اي يا سلام يا سلام يا سلام كم ثلاث حقينا ثلاث صافي مقلى حق الشيبه وهنتين حق محمد بن عبد الله هنتين شو مشواي كل مشواي هي كل مشواي ظهر بدحة واحده بعد هاي العوده البدحة هي بس تسوي حساب اذا تسوي شيء ما حد بياكله ثلاثه انت ها هي اثنين هو ثلاثه هو هي ومقلع حق الشيبة كم؟ سوي ثنتين بس يلا الحمد لله هنتين مقلع والباقي كله ثلاثة مقلع أنت ثلاثة مقلع والباقي كله مشواي وسبع مشواي من غير البدح والبسال مسوين الله يحفظكم يا الله سيبي كده مكد على أقولكم مسوين هم صالونة لحم مسوين صالونة أول حيمة عربية أنا والله تحرها حيب لحم بيضة لكن أنا اليوم متغدي لحمة عيد ما الهنود عم قطع أهل كبير وعلى كبر حبة هوا مسوين شي حمسة من غير شرات طريقة الجبود تحيلوا حمسة الجبدة هالنمونة ما زينة ها شو تريد هذا الشيء الحين جالس ولا هي بتليفونه ما شيء مشكله سولفنا تو من رمسنا لين هذا منه هو تم لاهب تليفونه زين هذا انا
وهذا ابو محمد ياسين نار بس نسولف صح محمد هنا. زين شوف الله عليك هذا الصنم اللي ورانا احنا ليش تمشي سوا ليش ولا كلمه ولا تتكلم معي مش تتكلم مع ابو محمد تقول اي كلمه شارك في اي شيء شارك مع ولا تقول اي حاجه صح انا قلت لك لا تقول اي حاجه مؤدب وما تتكلمش ولا تقول اي حاجه البيت بيت قلنا لك على كيفك الله يخليك ابو محمد عايش انا بعرف ولا ما عنديش حاجه انا بتحب بحيك الحين السيد تقول على طول رامس رمس رمسه مين ده مين رامز ده قول الاسم بسرعه رامز رمس رمسه رامز ولا رامز رامز رمس رمسه رامز لا مش عارف اقولها مش عارف لا بسرعه ورا بعد بسرعه رامز رمس رمسه لا رامز رمس رمسه مش بسرعه ازاي يا عم مش عارف اقول هو لا معاه يلا زي رامز رمس رامز رمس رامز رامز رمس رمس ما انا بقولها صح رامز رمس رمس ورا بعد ثلاث مرات رمس رمس ورا بعد ما انا بقولها ورا بعد انت تتلخبطني يلا قول رامز رمس رمس رامز رمس رمس رامز رمس رمس الله صح كده صح خمس مرات زين 500 درهم جايزه 1000 1000 درهم زي يلا بكورة مين بكورة جد يعطيهم العافية طبعا الأخ محمد الظاهر هني وكذلك البركة سعيد والمبدع حقيقة والجميع والإعلام الرائع والبطل السوشيال ميديا الإماراتي خالد الخالدي تحية من القلب للقلب لأبوك أبوك اللي يابعث رباك تحية لك أبوي يعطيك العافية سميل بسار محمد ها؟ كل اسم صافية من تغطي على التاوة تتدحد شو تظهر شحمتها اللي هو بطنها كامل تظهر شحمتها من تغطي على التاوة تظهر شحمتها شوف عبنو اللي استفاد الحين من الشحمة استفاد من الشحمة البسار شوش قال غدا بالحين خبارك الرحمن الحمد لله بسم الله ما شاء الله لي حصل أبوي بليح سميت شوية صحيحة لا رب مسحت أبدأ سمعت شو صح حصل صح وسمعت لا تدور شيء غير حط صح أيوة هن thank you هذا غدانا هذا الغداء أقول الحنن ساعة حرامي أن ياسي غسلها الهندي وتحرها حيب طعمها زينة قرب الله ته البنغالي انت شو بتاكل الحمه ولا جسمي شوف الحمه عليها رضوان من الله حد بسار يعني الحمد لله صويفيات انت عاوز ايه انا اقول لك ها لحمه ود كان حديد معي طيب مرحبا يا هلا والله ابو محمد افرحني سماع صوتك اتمنى ان اعجبك متابعينك من الدمام يعلنون التحدي يا ابو محمد الشباب اليوم شفنا الطريقة ونفذنا تطبيق من أول مرة يا أبو محمد وها من الدمام الرجال المتابعين أبو محمد خالد الخالدي يعلنون التحدي تفضل هذا اللي يسمونه الحرير الصيني يا أبو محمد مو شباب هذا مو شباب ترى هذا حرير ها 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 شوف يا أبو محمد ما شاء الله مو ناقصني إلا السمنة يا أبو محمد الله يا زين وتكمل والقادم أجمل وإن شاء الله بنطبق الجيمات عاد الجيمات ما فيها واحدة بواحدة المرة أول مرة وجات نص نص لكن المرة الجاية راح تطبق أما انتك الله يا نظر عيني سلامي لك والجميع أهلنا مساكم الله بالخير هذه دشة الليل المرسج الله أرد عليك الأخبار العلوم استوى صيد بالعلم بالخبر
نأتيكم التقارير الوافية إن شاء الله. إذا شيء إذا شيء في العمر بد إن شاء الله. راني في المعبود خير، راني في المعبود خير. مارلو هاو ار يو؟ اي عاد يلا نعرف استخلاف عاد تسوي الضوي وضوي عمس وياك مشان شي صيد تنو مسنا ترى نصوره ثم ما شي صيد ترى ما باليد الحين مارلو شو بلاك؟ عبده؟ اي والله قرب الله ته ابوي ترى السيرة تكللت للفشل هنا ماشي ودام وديم وديم كيسة يمكن كيسة كيسة عصيده لا لا ابوي ما بصيده لا للصاعة راية لا والله لا المقرد مقرد موجودين ابوي القرادة فيك انا احش علي كرمني الله اي نعم متى كسرت انت وصلت اخر مرة؟ من العام زي خلاص عيال يعني كل ما صريح ليلة غرب الله ته